يا استاذ رؤوف، يا رؤوف فين؟ استاذ رؤوف، سعادتك جاي تنام هنا ولا ايه؟ مساء الخير يا ريس. قصدك صباح الخير، الساعه دلوقتي 9 صباحا. معلش يا ريس، اصل مطبق من امبارح، جيت سلمت الشغل الفجر وقلت اريح لي شويه. تريح ولا مستني القبض؟ ما تعملهمش عليا. طب هو الصراف ما بيجيش لي بالليل يا ريس وريحنا؟ لان كل الدنيا بتشتغل بالنهار، البنوك والمصالح الحكوميه، انت بس اللي بتشتغل بالليل. اسمع، انت تقبض وتروح تنام، لان عايزك هنا الساعه 5 بالدقيقه، في اجتماع مهم لكل المحررين. ابوس ايدك يا ريس، انا مش بتاع اجتماعات، ده انا عبالله ما اقبض واروح اكل لقمه واخد دش هتكون بقت 5. يعرفين الريس من الاجتماعات دي، انا بتاع شغل، موضوعات، حوارات، فضايح، نعنشه، انا في الحته دي. لا مؤاخذه يا ريس، بعد اذنك. الو، ها فريده، ايه اللي مصحيني بدري؟ انت ايه اللي مصحيكي بدري؟ عايز تامر حسني يغني في الحفله؟ يا بنتي من عناية ده انا اجيبوه، يا بنت اجيبوه لك ويغني رجله فوق رقبته، ده انا لسه عامل له موضوع بصور ومروقه. طيب يا حبيبتي حاضر هكلمه. انا ممكن اخد على خاطري وامشي من هنا، واعتبر اني انا لا شفت حضرتك ولا قابلتك، بس انا برضو مش حاضر انسى العيش والملح اللي احنا كلناه مع بعض، وان اولادك هم برضو اولادي. على فكرة حضرتك ما عندكش اي حاجة خالص، انت فاقدة الثقة في كل اللي حواليك. اللي يعيش فترة طويلة ما يديش، ما يعرفش ياخد. انت كمان خبير نفساني اهو يا مدام فوزية. حضرتك لو شرفتيني في البيت عندي هتلاقيني معلق على الحائط لافتة مكتوب عليها القارئ لا يهزم. أنا قضيت عمري كله بين الثقافة والعلم والمعرفة. وعملت إيه بالثقافة والعلم والمعرفة يا أستاذ جميل؟ وعملت إيه بكل الكتب اللي أنت قريتها؟ حضرتك بتقيميني مادياً؟ أنا ما أقصدش، إنما أنا شايفاك زي معرفتك من 28 سنة، نفس الطريقة ونفس الكلام، ومتهيالي كمان إنك لابس نفس البدلة اللي كنت لابسها. بس عملت إنجاز كبير قوي يا مدام فوزية. إنجاز إيه؟ عملت بنت اسمها بوسينة، إن شاء الله على أول مايو هتبقى الدكتورة بوسينة. بكرة تتجوز وتنشغل ببيتها وجوزها وأولادها، وفي الآخر هتلاقي نفسك زي حالاتي كده. مدام فوزية، ممكن أعرف إيه سبب الخلاف اللي بينك وبين أولادك؟ معرفش، هما فجأة كده انقلبوا عليا، عملوا انقلاب على أمهم. التلاتة مرة واحدة. بس طبعاً أخوهم الكبير اللي بيقود الانقلاب فارس بيه. أيوة فارس بيه. عندنا يا سعادتك بعد ساعة حفل تكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية. كويس. وبعد كده اجتماع الحزب، وبعد الظهر الموعد مع السفير الأمريكي. إنما بالليل بقى سعادتك المؤتمر الشعبي للحزب. الحقيقة يعني ربنا يكون في عون سعادتك. في حاجة تانية يا صبري؟ هو سعادتك في بس يعني هي حاجة بسيطة، إنما سعادتك عودتني طبعا إن أنا أقول لك على كل حاجة. في إيه يا صبري؟ ما تتكلم. رؤوف بيه يا فندم. ماله رؤوف؟ الظاهر يا فندم إنه كان سهران امبارح بالليل في ملهى ليلي وحصلت شوية مشاكل كده، الموضوع كان هيكبر بس الحمد لله يا باشا الموضوع اتلم. مشاكل من أي نوع؟ شباب بقى يا باشا، ويبدو إنهم كانوا بيتصارعوا على مزة. ايوه فريدة، بقولك ايه، قولي الرؤوف اخوكي يقعد شوية. انا غلبت فيه، مش معقول اللي بيعمله ده. قولي له انا زعلان منه مش هكلمه. ايوه الطريقة اللي هو عايش بيها دي مش هتنفع، تجيبيه وتفهميه الكلام ده كويس قوي. طيب هما علاقتهم ببعض كويسة ولا
منقلبين على بعض. كويسه جدا، بيزوروا بعض، داخلين في بيزنس مع بعض، وانا في الاخر اللي طلعت وحشه. طيب ورؤوف؟ رؤوف ده ما عندوش شخصيه، ما صدق انه خلص مني عشان يتصرمح ويعيش حياته زي ما هو عايز. طيب ما كنت قعدت معاهم يا مدام فوزيه وعرفتي هم عايزين ايه؟ بتناقشوا، شوفي هم طلباتهم ايه. هم مش عايزين غير الفلوس، بعد ما ربيت وعلمت في احسن مدارس وجامعات قلت لهم عيشوا حياتكم، انزلوا واشتغلوا، اعملوا نفسكم بنفسكم، انما هم كانوا مستعجلين على الفلوس. شقى السنين في الخليج كانوا عايزين ياخدوه في لحظة، وبدأوا يطالبوا بنصيبهم في عمارة أبوهم، وحسيت إن العفريت اللي أنا حضرته مش عارفة أصرفه. قلت لهم هو أنا هعيش لكم العمر ده كله؟ ما هي في الآخر فلوسكم، هتاخدوها هتاخدوها، بس اعملوا حاجة، اعتمدوا على نفسكم، وروني نتيجة تعبي معاكم. ما عجبهمش كلامي، وفي لحظة أستاذ جميل شفت في عينيهم نظرة من أبشع ما يكون، نظرة حسيت فيها إنهم بيتمنوا موتي. ألو، أيوة أبو سينا، متشكر قوي على الجواب الحلو ده. طبعا وصل. لا 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 لا، قدموا معاد مناقشة رسالة الدكتوراه، يعني هشوفك قريب. ده أحلى خبر سمعته. يا ده أنا هعد الأيام يا بسبوسة، بحبك أوي. بوسينة هتناقش رسالة الدكتوراه الأسبوع اللي جاي. هترجع تعيش معاك؟ ده أنا مستني اليوم ده بقالي سنين. ما تتصوريش يا مدام فوزية قد ايه حياتي من غير بنتي بشعة ازاي. لا يا استاذ جميل، قادرة اتصور. خليك يا حماد، متشكر قوي. انا جاي لابني، هو انا غريب؟ ما تقول له يا معالي الوزير. اهلا اهلا يا استاذ جميل. اهلا وسهلا، سمعت يا استاذ جميل؟ ده حبيبي. ده ازيك يا معالي الوزير، اخبار معاليك ايه؟ الحمد لله. اتفضل استريح يا استاذ جميل، امرني. انت تعرف كويس يا معالي الوزير ان انا ضد الوساطه والمحسوبيه، وتذكر ان انا علمتكوه الحكاية دي في الفصل. طبعا طبعا. إنما في حالة خاصة، حالة إنسانية تتطلب رعايتك وعطفك، وأنا ثقتي في إنسانية معاليك كبيرة قوي. طفل جميل واسمه جميل يعاني من التفكك الأسري، خلافات بين الأب والأم، ترك المدرسة وكره الحياة والناس، وتقوقع داخل ذاته وما بقاش يروح المدرسة شهر واتنين وتلاتة لغاية ما فصلوه. هذا الطفل لن يعيده إلى المدرسة غير توقيع من معاليك. فرصة أخرى، ومين عارف يمكن ربنا ينفخ في صورته وينجح ويبقى وزير زي معاليك كده. اتفضل. طيب يا استاذ جميل، لو ادينا له الفرصه الثانيه ايه اللي يضمن لنا انه ما يلتزمش ويرجع يغيب تاني، ما دام بتقول الاسره مفككه؟ لا، وهي دي تفوتني معاليك يا فندم. انا اصلي قبل ما اجي لمعاليك خلصت الموضوع ده من جذوره. تسمح لي يعني ان انا استخدم تليفون معاليك، لاني انا تليفوني اللي معايا كارت. شكرا يا فندم، شكرا 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 شكرا. الو، ايوه محرز.
أنا بكلمك من مكتب معالي الوزير. أنت عملت إيه؟ طيب إديني أم جميل أنا أكلمها. رجع مراته. أهلا يا أم جميل، كله تمام. أهو معالي الوزير يوقع الآن على عودة الولد إلى المدرسة من تاني. بقولك إيه يا أم جميل، مش عايزين إهمال في مستقبل الولد بعد كده، مفهوم؟ مع السلامة. أنا مش عارف أشكر معاليك إزاي يا معالي الوزير. ده أنت كنت عاوز تقابلني وعملت ده كله عشان خاطر الولد ده. أنا فاكرة كنت عاوز حاجة لنفسك يا أستاذ جميل. أنا مش عايز حاجة إطلاقا، أنا بس في حاجة عايز أوريها لحضرتك هتفرح بيها جدا. فاكر دي؟ ممتاز يا وليد ونجمة. في ناس بتاخد الحاجات دي بالسهل يا فندم، وأحس في عينيهم شيء من التريقة، وهو الإنسان يقدر يعيش حياته من غير ما يسمع كلمة أحسنت. آه والله يا أستاذ جميل عندك حق، أنا مثلا ببذل أقصى ما عندي، إنما الجرايد مش سايباني. عشان كده أنا جايب لك معايا كم ملزمة كتبتهم على مزاج مزاجي عشان أجيبهم معايا في اليوم اللي هقابل معاليك فيه ده. دي بقى شوية اقتراحات كده كتبتهم على عجالة. الاقتراحات دي للنهوض بمسيرة التعليم في مصر، إن شاء الله تحوز رضاك وإعجابكم. هذه خلاصة تجربة رجل أمضى في المسيرة التعليمية 40 عاما. دي كلها اقتراحات يا أستاذ جميل، ده أنا على بال ما أقراها أكون خرجت من الوزارة. انت زي ما انت وعمرك ما هتتغير، برضو زمان كنت لما اديلك واجب كبير شوية كنت تبقى مش طايقني. بس على فكرة كنت بتبقى اول واحد يحله. انا عارف مشاغلك، انما انت لو استقطعت ساعتين مذاكرة كل يوم هتشوف النتيجة وهتدعيلي. انت عاوزني ارجع ذاكر تاني يا استاذ جميل؟ اللي عايز ينجح عمره ما يبطل مذاكرة يا معالي الوزير. عندك مثلا علي مبارك رائد النهضة الحديثة. هذا الكتاب طبعا هو المقرر على الصف السادس الابتدائي. طبعا شخصية عظيمة ورائد من رواد التعليم. طيب كويس، امال انت معترض على ايه؟ القسوة اللي تعرض لها علي مبارك في طفولته من أبو خضر شيخ الكتاب والرعب اللي عاش فيه في طفولته، كل ده خلاه يكره التعليم ويهرب من المدرسة ويهرب من البيت. وإحنا عايزين نحبب أولادنا في العلم، والتركيز على القسوة والضرب اللي عاناهم علي مبارك هذا كله من شأنه أن ينفر الأولاد من العلم ومن قيمة التعليم. عشان كده سيادتك أنا أرجو اختصار الجزء الأول من الرواية. نيجي بقى للدراسات الاجتماعية. شوف بقى معالي الوزير. اسمع يا أستاذ جميل، طالما طلعت على المعاش وعندك الأفكار العظيمة دي كلها، ما تيجي عينك معانا هنا في الوزارة مستشار، أهو برضو نستفيد من خبرتك. ربنا يخليك يا معالي الوزير، أنا خلاص خلصت رسالتي الوظيفية كما ينبغي، عايز افضل كده زي الفراشة طاير. انا طبعا يشرفني اني اكون مستشار لمعاليك، انما لما اكون مستشارك كده ودي اكيد هكون مفيد اكتر. انت راجل ما فيش منه النهاردة يا استاذ جميل. ربنا يخليك. طيب استأذن انا مع الوزير. موافق ان شاء الله. سلام عليكم. سلام ورحمه الله. ليه تتاخر عند معاليك؟ قلت ادخل لحسن، ده باين عليه راجل رغاي قوي. راجل طيب. تعرف يا حماد،
انا درست لمدرسين كتير قوي، انما مش قادر انسى الاستاذ جميل. ساب جوايا حاجه مش عارف هي ايه. وقد انتقلنا نحن الرائد عامر البطران الى مستشفى الزمالك بناء على البلاغ المقدم من السيده فوزيه السباعي، بطاقه رقم وعنوان اللي انت عارفهم اكتبهم. ايوه مدام فوزيه. اولا انا ببلغ عن جريمه سرقه وابتزاز في نفس الوقت، الاف الجنيهات اللي بيطالبوني بيها، انا عايز اعرف مقابل ايه. ثانيا المفروض ان يكون في دكتور نبطشي بيتقاضى اجر، وظيفته ان لو اي حد من المرضى حصل له حاجه مفاجاه يبقى متواجد. امال انا قاعده في المستشفى ليه؟ مفيش حد موجود في المستشفى، لا دكاتره ولا ممرضين، دي فوضى. واذا كنت انا يا عامر بيه قادره اتكلم وبستنجد بسعادتك، في مرضى كتير مش قادرين يتكلموا، وانا هعتصم في المستشفى ولن اتحرك الا لو جالي هنا وزير الصحه. اهدي بس يا مدام فوزيه، ما احنا بنعمل محضر اهو. علي النعمة الكرة دي بلن، الحكم ده قابض، اعملي لنا دور شيطان يا ام اشرف. قوم يا هات، قوم خد حقك، العين بالعين والراس بالراس والسب البادي اظلم. يلا المباراة تخلصها الكرة الثابتة. ايه الحاجة ده؟ يونس عمل هلولة وزيط قوي، مش عارف يا نجم الولية دي سكنه ازاي. يلا ابو تريكة. ايه يا يونس انت مستبع قوي ليه؟ ده الست هتنزل من فوق تطيل عشتك وهترميك في السجن. محجوزة في المستشفى، محجوزة في المستشفى. محجوزة ليه؟ تعبت شوية، ما هي مش رحمة روحها. هتقعد كتير؟ الله أعلم، هي هناك مرتاحة وإحنا هنا مرتاحين. وده مين؟ نعملني النيج. خلي الفرقة تيجي هنا، ما توداش بلاها. من عناية يا النيج. يلا يا زيزو، يلا يا زيزو، إدها لأبو تريكة، يلا يلا. الله! أبو تريكة! يا فندم والله الدكاترة كلهم كانوا موجودين، محدش مشي. هي المدام لما سألت عليهم بس كانوا بيمروا. بعد إذنك لو سمحت بس. ثانية. حاضر يا فندم، حاضر. الممرضات ما سابوهاش ثانية. حاضر يا فندم تحت أمرك. سلام عليكم. هو في حضرتك؟ أنا شايف في لبش كده في المستشفى. واحدة يا سيدي مريضة من ساعة ما جت المستشفى ما نيمتناش. هي حالتها وحشة أوي كده؟ احنا اللي حالتنا وحشه. بقول لك ما نايمتناش، عماله تشتكي في المسؤولين وتكلم المديرين، مش عاجبها العجب. امرني حضرتك. هي مدام فوزيه السباعي في اوضه رقم كام؟ فوزيه السباعي؟ يا عم انت مالك بتبص لي كده ليه؟ انت تقرب لها؟ انا ابنها وجاي اطمن عليها. لا اطمن قوي يا كويس. هي بقى اللي عامله لنا كل القلق اللي انا بقول لك عليه ده. ربنا يطمنك يا شيخ، متشكر قوي. يا استاذ انت بعد ده كله مش هتخش تشوفها؟ لا اشوف ايه؟ ده انا كده اطمنت عليها اخر حاجه. السلام عليكم. ايوه في حاجه؟ واحد عايز يقابل سيادتك، اسمه الاستاذ جميل ابو المعاطي. تبع مين ده؟ معرفش يا فندم، هو قال لي اقول لسيادتك كده وبس. جميل ابو المعاطي؟ ما قالكش عاوزني بخصوص ايه؟ لا يا فندم. طيب روح انت، انا جايه حالا. تحت امرك. You must go to bed now, Rauf. I don't want to sleep. I hate you. I don't want to ever in my life. Oh. معلش معلش، واحدة واحدة، على مهلك علي شوية، أدي خلقك. Who are you? What are you doing here? I am Mr. جميل أبو المعاطي. أبو المعاطي. إيه الدوشة دي؟ أنتوا مش عارفين إن أنا تعبانة؟ فريدة، أهلا أهلا يا بنتي، أنت فين؟ ده أنا مش فاهم ولا كلمة من الصبح. أهلا. أستاذ جميل، أهلا وسهلا، إيه المفاجأة الحلوة دي؟ إزيك أنت يا فيرو؟ أنا آسف إن أنا جايلك من غير ميعاد، بس أنا مش هاخد من وقتك أكتر من 5 دقايق. فارس تعالى أعرفك، الأستاذ جميل أبو المعاطي، أستاذي اللي علمني، ده فارس ابني الكبير. هاي أمي. رؤوف تعالى تعالى بعرفك، وده رؤوف. هاي. آخر العنقود. بسم الله ما شاء الله. فارس ورؤوف هما دول مصريين؟ اه طبعا مصريين، بس فارس في الامريكان ورؤوف في البريتش. ربنا يخليه، ربنا يبارك فيهم. اه يا استاذ جميل،
It's bedtime. يلا على النوم. يلا يلا. Good night. تشرب ايه بقى؟ متشكر قوي. ازاي احوالك يا استاذ جميل؟ والله زمان. الاحوال زي الفل والدنيا بتحلو اكتر وعمالة تحلو اكتر واكتر كل ما الاقي تلاميذي بقوا في احسن الاماكن في البلد. غريبة. هي ايه اللي غريبة؟ كل الناس بتشتكي منها وانت اللي شايفها حلوة. اصل ده بيتوقف على البني ادم هو بينظر لها منين. عاوزني في ايه بقى يا استاذ جميل؟ ماما محجوزة في المستشفى. ما انا عارفة. السكر عالي والضغط تعبها. السن بقى، هو احنا يعني كنا هنفضل شباب طول العمر؟ هي اللي قالت لك تجيلي؟ لا انا جايلك من وراها. انا اصلي لما عرفت المشاكل اللي بينكو والحالة اللي انتو وصلتوا لها ما خلصنيش. الاسرة الجميلة اللي انا عشت معاها سنين بسنين واعتبرت نفسي فرد من افرادها، الاقيكوا بعد العمر ده كله كل واحد في ناحية. اسمع يا استاذ جميل، انت ما كنتش بالنسبة لنا مجرد مدرس، وزي ما انت ما بتقول احنا كنا حاسين ان انت بالنسبة لنا زي الاب. عشان كده انا هقول لك الحقيقة اللي يمكن تكون غايبة عنك. هي طبعا حكيت لك كل حاجة وصورتنا ليك في صورة الولاد اللي رموا امهم اللي ما عندهمش اصل، اللي بعد ما هي كافحت سنين عشانهم ما لقيتش منهم غير الجحود ونكران الجميل، مش كده؟ اطلاقا اطلاقا. مدام فوزية ما بتحبش حد في الدنيا دي غيركوا انتوا، دي بتعشقكوا عيشة. وانت بالذات يا فريدة، تقولي انا ماليش في الدنيا غير فريدة، دي بتعشقكوا قوي. استاذ جميل، انت لسه لما بتكذب بيبان عليك. انا عارفة هي قالت ايه علينا، ومتأكدة انها ما قالتش كلمة من اللي انت بتقولها دي. الموضوع اكبر مما تتصور. زمان لما كنت بتضحك علينا بكلام زي ده كنا بنصدق عشان كنا اطفال، انما دلوقتي احنا كبرنا. طيب ولما انتوا كبرتوا يا فريدة، مش كان الاولى انكم تاخدوها في حضنكم؟ ناخد مين في حضننا يا استاذ جميل؟ هي مدام فوزية ليها حضن ولا بتعرف تحضن ولا حتى تتحضن؟ صدقني لو قلتلك ان عمرها ما خدتني في حضنها، عمري ما حسيت بحنان الام اللي بسمع عنه في الافلام والاغاني. انا ما افتكرلهاش غير انها يا اما بتضربني او تشتمني، يا اما كانت بتحبسني في الاوضه لمده اسابيع. انا كنت عايشه مع سجان مش مع ام. بقى هي جايه دلوقتي بعد ما زرعت القسوه والكره، عاوزه تحصد الحب والحنان. كانت خايفه عليكم فريده. خايفه علينا من ايه؟ هو ده المبرر اللي هي بتقنع نفسها وبتقنعك بيه؟ طيب ما تيجي ننسى اللي فات ده كله بحلو ومره ونبتدي من اول وجديد. اللي فات ما كانش فيه حلو يا استاذ جميل، كان مرار، كله مرار. اللي بينا وبينها دلوقتي محامين وقضايا ومحاكم. مساء الخير. اهلا يا عمرو، الاستاذ جميل ابو المعاطي استاذي وفي مقام بابا. ربنا يخليك يا فريده يا بنتي، انت معاك حته جوهره يا عمرو بيه، ربنا يحفظكوا. هو عايز حاجه؟ انت جاي يسلم عليا، ده راجل طيب قوي. شوف بقى يا عمرو بيه، انا جاي لمدام فريده لسبب احب انك انت تعرفه. شايف بتشاور لي ازاي؟ مش عايزاني اتكلم، بس انا برضه هتكلم. بقى يا سيدي، انا شفت اولادكم فارس ورؤوف والحمد لله بيرطنوا بالانجليزي زي البرابند، ما فهمتش منهم ولا كلمه. فهل يصح ان اولاد فريده اللي اتعلمت اللغه العربيه على يد الاستاذ جميل ابو المعاطي اولادها يطلعوا سواح؟ انا مش قايل لك نجيب مدرس عربي للاولاد؟ تجيب لهم مدرس عربي
لا يا حبيبي، أنا واخد توكيل العائلة دي من زمان، إن كان فارس ولا فريدة ولا رؤوف. وأنا موافق، وكل طلباتك مجابة يا أستاذ جميل. لا، طلبات إيه؟ أنا الحمد لله مش محتاج حاجة ومستورة أوي. ولو حضرتك بقى فتحت تاني موضوع الفلوس ده، يبقى سيادتك مش عايزني أجي هنا مرة تانية. بس ما يصحش، ده شغل. ما تقولي حاجة يا فريدة. يا أستاذ. هي تقدر تتكلم. هي عارفة، أنا حاجي مرتين في الأسبوع في أجازة الأولاد. بس أنا ليا شرط. شرط إيه يا أستاذ جميل؟ الست الخواجاية اللي عندكوا دي أنا ما قابلهاش. لأنه أنا لو قابلتها مرة ولا اتنين بعد كده، أنا بقى اللي حنسى العربي. أنا مش عارف. أنا بتنت من؟ أنا مش أنا. لا دي ما لم ولا شكل الشكل ولا ده أنا. أنا مش عارف. أنا بتنت من؟ أنا مش أنا. لا دي ما لم ولا شكل الشكل ولا ده أنا. أبص الراية فين أنا؟ لقيتنا كبرت فجأة، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي. ليه يا مرايتي؟ ليه يا حكايتي؟ ليه يا مرايتي؟ ليه يا حكايتي؟ كانش دي نهايتي وآخر ده. على فكرة بقى يا نجم، الأغنية دي مكسرة مصر كلها، العالم كلها ماشية تغنيها. لا بنعمل إعلانات ولا بنعمل كليبات، وهي ماشية ببركة ربنا. الأغنية إيه إلا شعر؟ واحد ياخدها يديها لده تمشي زي النار في القش. صح يا نجم. بص بقى، هما 30 40 شريط نوزعهم على عيال سواقين التكاتك يسرحوا بيهم، وعلى ورديت بالليل تكون الغنوة علمت ونخششت في النافوخ. مظبوط يا نجم، هو ده الكلام. يا لهوي ياما، ايه ده؟ ده الضرب في الزمالك له طعم تاني غير الضرب في بولاق خالص. خد اتمزج يا نجم. انا حاسس ان انا مزاجة حلوة قوي وسلطان. طول عمرك سلطان يا نجم، طول عمرك سلطان. اتسلطن 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 يا نجم. بص يا منام، شوف الشياكة حلوة ازاي طبعا، والنظافة حلوة ازاي، والنزاهة حلوة ازاي. بصوا بلا الكئيبة اهم دلوقتي بيبصوا علينا، عايزين يعدوا البحر ويجن. بس على مين انت؟ خلاص عديت يا نجم. بمجهود يا روح امك، بعرقي وبشقاي. اما اللي بيقعد يقر على خلق الله عمره ما بيعدي. ماشي يا نجم براحتك. انا مال، انا مال اقول لك انت عايزين براحتك. طلع فين؟ راح اهوي المكان يا نجم، عايزين نشم هوا الزمالك. يعني احنا بنشرب عشان تهوي؟ احنا ما صدقنا شويه الدخان يعبقوا المكان والدماغ تشتغل. انتوا مالكم شكلكم كايب ليه كده النهارده؟ البت زيز الرقاصه ما جاتش ليه؟ اتصلت بيها وبتلبس ونازله حالا يا نجم. وبتلبس ليه؟ ادي الولد الدله باجي بالورقه اللي معاك. بصره 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 بصره، هات الفلوس اللي معاك، هات بصره. ايه اللي انت بتعمله يا زفت ده؟ شفت عامل بيه ليله واحده غداها عشان تعرف ان انا على حق؟ الزفت ده لازم يترمي في الحجز. تلعب امور قدام العماره، تشرب شيشه كمان. امال لو غبت اسبوع كنت هتأجرها مفروشه؟ والله ما كبار يا هانم، ده احنا بنلعب على فلوس بس. تسالي يعني؟ تسالي؟ انا هوريك التساهل دي ايه. يلا هات قدامي، يلا على البوكس. ابوس يدك يا باشا. يلا يلا ابوس رجليك يا مدام فوزيه، عليا النعمه ما اعمل كده تاني. الحاجين يا ام اشرف، ده انا حتى اشرف بيحبك. عموما يا مدام انا غلطان.
غلطان. مادام غلطان تدفع ثمن غلطتك. لما تترمي في الحجز وتاخد على دماغك تعرف ان الله حق. يلا يا دكتور خدوه. يا لهوي يا لهوي. اخرسي احسن اوديك السجن معاك. ابص الروح الفجر. جبتلنا الفقر وما تزيزي رقصة فينيا في الطريق يا باشا. اهي وصلت اهي. المساجات 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 او زيزي جات المساجات. ايه ده؟ هو اللي بيحصل ده؟ مش في بني ادمين ساكنين معاك وانت في العمارة؟ معلش يا ست الكل حقك علينا احنا غلطانين. اصل الواد منها من مدير اعمالي مراته جابت بيت واحنا بنفرح لها شويه بنهيص لها شويه. ست الكل بنت ايه واد ايه؟ انا مش متجوز ما اتورطتيش معاها. ولما هي مراته جابت بنت ها ما عادش جنبها ليه بدل ما يجي يقرفنا هنا؟ يا شيخ يا انت سايبها وجاي تقرفنا هنا؟ معلش يا ست الكل حقك علينا. وازاي صحتك يا ست الكل دلوقتي؟ مالكش دعوه بصحتي. اصل الواد يونس قال لي ان انت بعافيه شويه واحنا برضه بنفهم في الواجب. ايوه احنا اولاد بلد ونفهم في الاصول قوي. ايه الدخان ده؟ معلش يا ست الكل اصل احنا بنحمر شويه لب بطيخ كده في الطاسه والطاسه اتحرقت. انا دايخه ولا ايه؟ طب اقعدي استريحي يا ست الكل. تقعد ايه والمزه اللي جاي؟ صحيح. مش عارف حصل لي ايه. روح هات حاجه ساقعه. يلا ايه بيره بيره يا ابن العبيطه. روح هات حاجه ساقعه. هو احنا عندنا ازازه ميه ساقعه؟ دلع السلامة يا ست الكل. مش عايزة حاجة ساقعة ولا مية. أقسم بالله أقسم بالله ممكن أرميكوا كلكوا في السجن. والله العظيم لأجيب لكم بوليس النجدة دلوقتي. مساء الخير يا ست. مساء النور يا بيه. هي مدام فوزية ساكنة هنا؟ أيوة يا بيه ساكنة في الدور التاني على اليمين. وأنت بتعيطي ليه؟ جوزي يا بيه ابو اشرف الست فوزيه ودته الجسم وحجزه هناك. ازاي الكلام ده؟ انا رحت لها المستشفى قالوا لي انها لسه خارجه. اعمل معروف يا بيه. ابوس ايدك كلمها تكلمهم في الجسم. حاضر كلمها تكلمهم في الجسم. حاضر ابو اشرف مش حمل بهدله يا بيه. أنا كنت واضحة معاك من أول يوم واديت لك كراسة فيها كل الشروط اللي لازم تلتزم بيها. أنت فاهم ولا لأ؟ أما في إيه يا جماعة؟ يا مدام فوزية أرجوك تمالكي أعصابك شوية. ده أنت لسه خارجة من المستشفى. اسمع اسمك إيه أنت؟ خدامك أوفا. أنا مش سبق وأنظرتك. أنا لا أسمح بالمسخرة دي تحصل جوه بيتي. معلش يا ست الكل حقك علينا غلطة. أنا دماغي تقيلة قوي. المدام بينها وصلت دماغها خفيفة تلطشت على طول. يا بختها وصلت. أبدا قط. كل واحد احترم نفسه. فاهم ولا مش فاهم؟ اتفضلي أنت يا مدام فوزية. اللي حصل ده عندي أنا. أنا ليا كلام مع السيدة الأفاضل. بصيت لنفسي فجأة
تعبت من المفاجأة، بصيت لنفسي فجأة لقيتني كبرت فجأة. يا جماعة انتوا لازم تراعوا الجار شوية، ده انتوا ولاد بلد وتعرفوا الأصول. لكن احنا ما تعرفناش بسعادتك. انا جميل ابو معاطي، مدرس اول لغة عربية على المعاش. شرفتنا يا فندم. وحضرتك؟ انا اوفا. بيتهيألي ان انا سمعت الاسم ده قبل كده. انا اوفا المطرب. يعني فنان مر في الحس، وانت تقدر تقدر ظروف سيدة عايشة لوحدها ولا ايه يا سيد اوفا؟ عدك العيب يا فندم. وبتغني لمين من الشعراء؟ الفكرة بتجينا كده واحنا قاعدين، بروح مديها المنعم ومنعم يوضبها. أيوة. انا ان شاء الله عندي اولاد من تلامذتي مواهب فزة، شعراء فطاحل، هخليك تاخد حاجة منهم. طب ما احنا برضو حلوين قوي يا استاذ. انا ما اقصدش حاجة يا استاذ منعم، انا بس بتكلم عن التنوع يعني بالنسبة للفنان. بقولك ايه بقى نجم، سمع الاغنية الاخرانية عشان يعرف انا بقول ايه. يا دنيا طفيت الشمعي، يا ناس كترت دمعي، والعمر راح حضر. سمعت حضرتك بس فهمتني غلط، انا مش قصدي اني اشكك في موهبتك الشعرية. طب اسمع دي يا استاذ. ابص الروح فجأة لقيتني كبرت فجأة كبرت، تعبت من المفاجأة ونزلت دمعتي، وليلي يا مريتي وليلي حكايتي، كنش دي نهايتي واخر قصتي، انا مش عارف انا تهت من انا مش انا، لا دي ملامح ولا شكل الشكل ولا ده انا ولا ده انا. بصيت لي روحي فجأة فجأة، لقيتني ملمو فجأة فجأة، لقيتني تعبت فجأة فجأة. بصيت لي روحي فجأة لقيتني زي، معلش انا عندي كلمتين عايز اقولهم لحضرتك وانصرف مباشره. اتفضل يا استاذ جميل. اوه ليه؟ انت اللي بتضحك، انت مش حاسس بنفسك ولا ايه؟ بالعكس انا اطلاقا، ده انا في منتهى الجدية. طب ارجوك بقى اخش في الموضوع يا استاذ جميل. اصله هو انا الحقيقة النهاردة روحت الفريدة. بتروح لها ليه؟ انت ما سألتني وقلت لك خليك بره الموضوع. دلوقتي هتفتكر ان انا اللي بعتاك وان انا هموت عشان اصالحها، عشان كده ببعت لها مراسيل. يا مدام فوزية الكلام ده كله ما حصلش. وطبعا قلت لها ان انا مرمية في المستشفى عيانة بموت بطلع في الروح. الحق امكم الغلبانة عايزة تملي نظرها منكم قبل ما تموت. يا مدام فوزية انا ما نطقتش، ارجوك تديني فرصة، اسمعيني. سمعني. انا ما فتحتش الموضوع ده من اصله. امال كنت رايح لها ليه؟ هفت عليا قلت اروح اسأل عليها. وايه اللي يخليها تهف عليك بعد 28 سنة؟ مش دي القضية. البنت اول ما شافتني الفرحة ما بقتش سيعاها، قالت لي نفسي اشوفها يا استاذ جميل، ماما وحشاني بحلم بيها ليل ونهار، اموت واشوفها، ابوس راسها ابوس ايديها، بنتك يا مدام فوزية فريدة. عارف يا استاذ جميل انت مشكلتك ايه؟ انك ممثل فاشل.
وانت بتكذب عينيك بتترعش. انا واثقه ان فريده ما قالتش ولا كلمه من اللي انت قلتها دي. شوف يا استاذ جميل، انت انسان طيب، انا عارفه انك انت مش مستفيد اي حاجه من اللي انت بتعمله ده، انما انا عايزه اقولك انك ممكن تصلح طالب فاشل تخليه يلتزم وينجح، ممكن تصلح كراريس الاولاد في المدرسه، انما تصلح قلوب بقت حجر اعتقد ان دي مهمه ما انتش قدها. ارجوك يا استاذ جميل ما تقحمش نفسك في مواضيع ما فيهاش رجا. تصبح على خير. في حاجه يا استاذ جميل؟ انا كنت عايز اقول لك كلمتين بخصوص ابو اشرف. مين ابو اشرف؟ جوز ام اشرف. ما هو ابو اشرف لازم يبقى جوز ام اشرف. مين ده؟ البواب اللي عندكوا تحت. ماله؟ انا بقول يعني عفى الله عما سلف وحضرتك تكلمي الاسم يخرجوه ويرجع الراجل يبات وسط عياله. لحقت تعرف ابو اشرف وام اشرف؟ انت ايه، حامي حمى البشريه؟ ملاك ماشي يرفرف على الناس بجناحاته؟ انت مالك ومال ابو اشرف؟ ابعك كنت درست له وهو صغير هو كمان. لو كنت درست له وهو صغير ما كانش ده بقى حاله. كل اللي بيغلطه بيغلطه علشان ما تعلموش كويس. عشان كده بقول نديهم فرصة تانية. خد الباب وراك يا استاذ جميل.